أشكرك. وصلنا لفين في عمليات التكميم اللي عاملة نجاح كبير وهايل الفترة اللي فاتت؟ وصلنا لفين يا دكتور؟ اسمحي لي في الاول يعني ان انا احيي حضرتك وكل الساده المشاهدين على المجهود اللي انتم بتعملوه يعني في المجال الطبي يعني، وتقديم خدمات طبيه لكل الناس بصوره يعني راقيه. عمليات تكميم المعده هي من ضمن العمليات التي تهدف الى انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه المرضيه. دي بتتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى. العمليه دي هدف منها هو انقاص الوزن. في عمليات تانية كتيرة بتتعمل، بس تكميم المعدة هي أخف الحاجات اللي بتعمل للمرضى، وخصوصا في السن الصغير أو سن كبار السن أو الناس اللي وزنهم مش كبير يعني قبل 150 كيلو وما عندهمش مشاكل كتيرة زي سكر أو ما عندوش ارتجاع. ممكن يعمل عملية تكميم المعدة، هي عملية من العمليات الخفيفة. ولكن في عمليات طبعا تانية بتتعمل في حالات تانية أشد شوية، يعني مثلا زي تحويل مسار المعدة المصغر أو الكلاسيكي. دي بتتعمل في الناس اللي عندهم سكر بزياده، بتتعمل في الناس اللي وزنهم فوق ال 150 كيلو، بتتعمل في الناس اللي هم ما بيقدروش يتحركوا كتير، وبالتالي لو عمل عمليه تكميم المعده مش هتبقى يعني قويه بزياده. التحويل تفرق ايه عن التكميم؟ التكميم بتشتغل بطريقه واحده بس اللي هي تقليل كميه الاكل. انا بشيل جزء من المعده بيتبقى جزء صغير، وبالتالي بشبع بسرعه، ما بجوعش الا لفتره كبيره، هرمون الجوع قل بنسبه 80%، وبالتالي عند اقل وجبه خلاص انا ابتديت اشبع وببقى كويس خالص، بخس بقى بصورة صحية سليمة. عملية تحويل المسار بزيادة بقى عن تكميم المعدة بتقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة قد تصل إلى 70-80% من السكريات والدهون، وبالتالي الوجبة الصغيرة كمان قلت امتصاصها، وبالتالي اللي داخل الجسم قليل. ده بنستخدمه طبعا في الأوزان الضخمة الزيادة أو بنستخدمها كعلاج لمرضى السكر الشديد، اللي الناس يعني بتاخد انسولين بجرعات عاليه، بيبقى عايز يهزم السكر شويه، يقلل علاجاته ويمنع بقى المضاعفات بتاعت الشبكيه الكلى الاطراف. ففي مشاكل كتير للسكر بيبقى علاجها هو تحويل المسار. السؤال، هو تكميم المعده تعالج السكر؟ طبعا تكميم المعده تعالج السكر الخفيف اللي هو في خلال 5 سنين اللي ماشي على اقراص، اللي هو في 3 ايام على فكره، وانا شاهد بيحصل 3 ايام بجد وما اخدش علاج السكر. بيحصل طبعا وحالات اشد من كده كمان، يعني اوزان اضخم وسكر عنيف بزياده. والحقيقه طبعا انا يعني مش عايز اوصل لدرجه ان المريض يصل الى درجه يعني ان هو يتزنق قوي في السمنه او السمنه تهزمه بزياده. يعني كان عندي عيان من ضمن العينين امبارح يعني، وقفت قدامه ومش عارف اعمل له ايه. عيان وزنه فوق ال 230 كيلو وعامل السكر عامل له بتر في رجليه، حاله قاسيه جدا يا حبيبي. وعمل عمليه كمان، عمل عمليه بره قبل كده اسمها تدكيك المعده او طي المعده اللي هي البلايكيشن. يعني مشاكل طبعا كتيره عملها بره. طب وهي العمليه دي اصلا مصرح بيها؟ هي كانت بتعمل زمان يعني، كانت زمان اللي هي من عمليات وعدد كبير عملها اللي انتهت او اللي انتهت. هي يعني اتلغى ان احنا نستخدمها طبعا. دي يعني هو كان عاملها تقريبا من 12 سنه والحقيقه واصل تخدريا صعب، جراحيا عامل عمليه فاشله قبل كده. النمره الثانيه السكر اتحكم فيه بزياده. اوكي. فاحنا ده يعني تجهيزه محتاج يعني قدره، يعني محتاج ده يعني محتاج تجهيز اكتر من العمليه نفسها، فبنعمل معاه مجهود. بس الحقيقه انا مش عايز اصل للدرجه دي، يعني كل الناس اللي عندها وزن زياده سواء وزن صغير او وزن كبير لازم يو هاف تو اتاك، تاخد قرار، تاخد اجراء في انقاص الوزن.